عندي هنا سباجيتي مسلوقه معموله بمعلقه زيت عشان هتقعد فتره، فالناس اللي بتشتغل زي حالاتي كده تقدر انها تسلق المكرونه من بالليل او من الصبح. عندي زيت ذره وعندي زبده او سمنه، جبنه بارميجان او رومي، ثوم مفروم، صلصه وعصير طماطم متسبكه بيتي، كزبره مفرومه، ملح وفلفل، ورشه القرفه اساسيه معايا انا بالنسبه لي في كل انواع المكرونه، لكن طبعا اللي ما بيحبهاش يقدر يستغنى عنها مفيش مشكله خالص. سخنت الووك هنا عندي اهو، هحط معلقه زيت هنا صغيره عشان انا لسه هحط زيت وزبده بعد كده، فخليكم معايا في الخطوات عشان تطلع معاكم المكرونه زي اللي بناكلها في المطاعم. حطينا معلقه صغيره من زيت الذره وهنزل عليها الثوم والكزبره مع الملح والفلفل ورشه القرفه، معلقه زيت، ثوم مفروم، كزبره خضراء مفرومه، ملح وفلفل، نقطه قرفه، نقطه في لغتي انا ومقاييسي اللي هي رشه بسيطه جدا 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 او ذره اهي، يعني بصوا خلاص لا تسكر بس بتغير الطعم. بعدين بنزل بالعصير والصلصة، العصير البيتي أنا بكون أصلاً حاطة عليه معلقة السكر، أو بتحطوا أنتوا معلقة سكر مفيش مشكلة، معلقة سكر قد معلقة الشاي على عصير الطماطم. البيتزا معاكم على الشاشة، وبجيب شوية مية أظبط بيها القوام، وباخد المكرونه اللي احنا اصلا سلقينها وبنزل بيها هنا. طيب اميره ايه ده، انت مش هتسيبيها تتسبك؟ لا انا مش بسيبها تتسبك. اميره ايه ده، دي كتير قوي الصوص هنا، مش هتسيبيه لحد ما يقل شويه؟ لا مش هعمل كده، اسمعوا كلامي وجربوا الطريقه دي هتلاقوها زي المكرونه بتاعه المطاعم بالظبط، لان اللي بيحصل عندنا في البيت ان احنا بنسبك الاكل جامد قوي فبيبقى تقيل جدا، وبننشف المكرونه قوي، فنروح اي مطعم نقول ايه يا اميره المكرونه هناك جوسي جدا وعندنا في البيت ناشفه قوي. ليه؟ هو دي التركه بتاعتها. شايفين الصوص عامل ازاي؟ هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ قلبتها اهو معاه اهو، تمام؟ هقوم جاية بقى أختم إزاي عشان تطلع زي بتاعت برة. أجيب زبدة أو سمنة مش هتفرق، دول معلقتين، هجيب معلقة صغيرة من السكر اللي هي معلقة الشاي اللي بنحلي بيها الشاي أهو هنا أهي، هجيب معلقة كبيرة من زيت الذرة. هعمل ايه دلوقتي؟ هطفي على المكرونة واقلب كل ده مع بعضه واغطي المكرونة واسيبها متغطية 10 دقايق وتدعولي.